إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعد مع مريض مدنف على فراش الموت يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سألت من ذاك المريض، أي سيد أي رجل هو، قيل لك هو غلام، هو فتى جاوز عهد الطفولة بقليل، وهو فتى يهودي فليس من فتيان المسلمين. كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة شأنه، يقرب له طهوره، يحضر له نعله، يخدمه في خاصة شأنه، في منزله، في منزله. طبعا بين قوسين، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة ومتاعها قليل، لازم تحدث يوميا، يعني لازم المي جاب كل يوم، الحطب جاب كل يوم، الطعام يحضر يوميا، فهذا يحتاج، هذه وظيفة الخادم. فالخادم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه بتعبيرنا الحالي بالمراسل، ادعو فلان، ناد فلان، جبلنا ماء، جبلنا حطب، جبلنا كذا. فكان هذا الغلام اليهودي يشتغل خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قيل مريض. فقام سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه يذهب يؤم بيت أبيه ليعود هذا الغلام المريض، وما يدري إيش مرضه، ولو اشترجت المرض لكن مرض قطع عن أن يأتي إليه، فليذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا. كان هذا الغلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خادما، والآن ترى الدنيا كلها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه عائدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام، وإذا أبوه عنده، والغلام طريح الفراش مدنف قد أمضه المرض. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وجلس أبوه وجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، يعني الغلام هو مستلقي، إن التفت عن يمينه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن التفت عن يساره نظر إلى أبيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام في هذه الحال، وأن حاله حال مريض مدنف يوشك أن يودع الحياة، اهتبل النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في أثمن ما تنتهز به هذه الفرصة، وهي عرض الهداية على هذا الغلام الذي يوشك أن يغادر الدنيا. فوجه إليه الخطاب قائلا: أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كان هذا الغلام لم يجاوز عهد الطفولة إلا بقليل، هو فتى، لكنه لا يزال مستأسر لإسار الطفولة، وهي الشعور بهيمنة الأب، فأبواه يهون عنه، الشعور بهيمنة الأب. ولذلك وهو على فراشه طريح قلب بصره إلى أبيه
ينظر إلى أبيه بعينين طارعتين، وجهت رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجهت رسالة من هذا الغلام إلى أبيه. قرأ الأب نظرات العينين، وإذا نظرات العينين تشع إلى هذا الأب تقول له بضراعة: دعني أتخذ قراري، أعطني حريتي في اتخاذ القرار. قرأ الأب بشفقة الأبوة ضراعة ابنه في ملامح وجهه وفي نظرات عينيه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه النداء: أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسارع أنفاس حياته: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظرت العينان بضراعة إلى الأب، كل ومضة منها تقول: دعني أتخذ قراري. قرأ الأب الرسالة فقال له: أطع أبا القاسم. وما إن سمع النبي الغلام إذن أبيه له حتى بادر لاتخاذ القرار، فإذا الشفتين واهنة المرتعشة تذرف شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تلفظ الغلام بشهادة الحق، وتلفظ معها ولفظ آخر أنفاس عمره، وذرفت بعد شهادة الحق روح هذا الغلام، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا وقد توفي هذا الغلام. مات أسعد وفاة بشهادة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يعني النبي صار صحابي الآن، صار صحابي، ونقول رضي الله عنه. الله أكبر. فذرف شهادة الحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات العمر، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يخرج من عنده يطفح البشر على وجهه وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه فرحة النبي صلى الله عليه وسلم، تحضر أفراح النبي بالهداية: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم التفت إلى أصحابه اللي جوا معه وقال: تولوا أخاكم، صلوا على أخيكم، هو الآن أخ لهم، لم يعد أخا لليهود. تطوى صفحة حياة هذا الغلام، لكن لا تطوى العبر والمعاني العظيمة التي نقف معها في كل لفتة ومشهد من هذا المشهد. دعوني أبدأ بمشهد منها تستتم بقية المشاهد. دعوني أنا وياكم نتساءل، هم قضوا عيال الصحابة، ما عاد بقى عند الصحابة عيال حتى يجي غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة كلهم هم بنفسهم يتمنون خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يا فلان إلا قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني كأنما يقول: مرني بما شئت. هم يتمنون خدمته، وعيلانهم يتمنون أن يشرفوا بخدمته. كان ابن مسعود إذا جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في يديه من شدة الحب، وابن مسعود كان أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يستعين النبي بغلام يهودي يخدمه؟ هذه الدلالة العظيمة في كون الخادم في بيت النبي غلام يهودي يخدم النبي، يخدم أمهات المؤمنين. لا يوجد سر يخشى عليه. أول شيء هذه جسر تواصل بينه وبين اليهود، كأنما يقول لليهود: ما ترونه مني علنا رأيتموه، وما في بيتي عندكم مراسل يخدمني، يرى ما لا ترونه. لأن أكيد هذا الغلام إذا رجع لأهله في الليل وش بيقول؟ قال لي الرسول كذا، وشفت عندك كذا، وجاء واحد وقال له كذا، وجاءت ضيوف وسوى لهم، سينقل كل ما يجري. إذن هذا نوع من التعامل، من تطبيع التعامل مع المخالف حتى مع اليهود. ثم هذا الرقي في التعامل مع اليهود بل مع المخالفين، فأسيرهم يطعم، مريضهم يعاد، داعيهم تجاب دعوته، ميتهم إذا مرت جنازته يقام لها.
أليست جنازة يهودي؟ أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ أي رقي في التعامل مع المخالف؟ إن هذا النبي أتى ليطبع التعايش بين البشر ويمد جسور التعامل بينهم، ولذلك تخطى أبناء المسلمين مع شرفهم بخدمته ليستخدم غلاما يهوديا ويجسر التعامل. سؤال يا شيخ عبد الوهاب، الآن يعني هذا الغلام خدم عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة، طالت أو قصرت، قد نقول سنوات مثلا، ودخل وخرج وحضر المجالس وسمع الكلام وسمع الذكر ورأى ملامح النبي صلى الله عليه وسلم ورأى آثار النبوة ورأى علامة النبوة التي يتوارثها اليهود خلال الفترة هذه، يعني هل نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عليه النطق بالشهادتين بهذه الصيغة المباشرة طيلة الفترة الماضية، كان يتركه يراقب الموقف ويسمع ويشهد، لأن النطق بالإسلام ليس مجرد كلمة يقولها باللسان من دون أن يعتقدها، فالإسلام الإيمان هو اعتقاد في القلب وقرار في القلب، يليها النطق بالشهادة كتعبير عن هذا الإيمان، لكن لو نطق بالشهادة الإنسان وهو لم يؤمن بقلبه لا تنفع، فهذه لا تنفع، إما أن يكون منافقا أو قد يكون على الأقل مثل الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أحسنت شيخي، يعني النبي عندما يقول له أسلم قل لا إله إلا الله، القناعة ما تتكون بالأمر، يعني ما يمكن إنسان تقول له اعتقد أن هذه طاولة، اعتقد أن هذه مثلا ثلاجة، ما يمكن، ما تجي القناعة بالأمر. كأنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله، كأنما يريد أن يرفع الحجاب عن إيمان مستكن في نفسه، لأنه كما تفضلت هو خلط النبي صلى الله عليه وسلم وعرف دخيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست حال جبار ولا حال متقول، هذه حال نبي يوحى إليه، كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تنطق بصدق نبوته، فكان هذا الإيمان في نفس هذا الغلام يتكون بشكل تراكمي، نطقه هو إعلان ما استكن في قلبه وليس إنشاء، الإنشاء ما يأتي بالأمر، ولكن ضراعته لأبيه كأنه يقول لأبيه لقد رأيت من حاله ما دلني على صدق نبوته، دعني أتخذ قراري فأنطق بما آمنت به. لا، في سؤال قبل هذا أيضا، هذا الغلام هل كان سيتعلق بالنبي ويحبه وهو كان يخدمه مع أنه يهودي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كهره أو نهره أو تعامل معه بغلظة أو بجفاء أو تعامل معه باستعلاء؟ إن أول مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستيلاء على قلبه، مع أنه كان يخدمه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استولى على قلبه بحسن التعامل، ولذلك انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه الإسلام بغاية اليقين أن هذه لا تكون إلا أخلاق الأنبياء. بس يا شيخ عبد الوهاب، يعني سامحني، أحياناً بعضنا كدعاة نتكلف أخلاقاً معينة وقصدنا أن نقنع الآخر، ولذلك يعني ممكن واحد يقوم بعمل بسيط وعادي كل الناس يعملونه، ثم تجده يلقي محاضرة إنه هذه أخلاق الإسلام وهذه كذا، فالأكيد إنه هذا الغلام اليهودي من خلال الفترة الطويلة ومن خلال معايشته في البيت النبوي عرف الحقيقة كما هي، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يتعامل فيها مع زوجه، مع أهله، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، مع الصديق، صلاته، أكله، شربه، تصرفه، وهذه نقطة يعني تفرق صحيح عن بعض الناس اللي ربما، ولذلك الخادم لضعفه ومباشرته واتصاله بالشخص هو الذي يكتشف النسخة الحقيقية من أخلاق الشخص. يمكن الأخلاق تستطيع تزيف على أي أحد، لكن الخادم الذي يتصل بك في كل الوقت وهو في حالة ضعف ومسكنة سيكتشف
أخلاق هذا الشخص الحقيقية. الحقيقة أنه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أو الغلام لما ينظر إلى أبيه ويقول له الأب أطع أبا القاسم كثير العبر. أولا من عبره أنه هذا اليهودي لا يمكن أن يجامل في ابنه لولا أنه يعرف أن هذا هو الحق، ولكن يمنعه من ذلك أشياء. ولذلك ابنه قال أطع أبا القاسم فغلبته أبوه غلبته الرحمة وغلبته الحقيقة في هذا الوقت. الشيء الآخر، ما الذي يخافه الابن من أبيه في هذه اللحظة التي يريد أن يغادر الحياة؟ ولكن واضح أن الأب والأبواه كما جاء في الحديث لهم سيطرة تامة، أبواه من جهة والمجتمع من جهة، ولذلك هذه السيطرة القوية التي غلبت في حالة مثلا أبي طالب رضي الله أبي طالب في حال وفاته. فما الذي تخاف أيها الغلام وأنت مغادر من هذه الحياة الدنيا حتى تتساءل مع أبيك وأنت تعلم أنه هو الحق؟ لكن الحقيقة خاصة مع الصغر السن يكون سيطرة هذا المجتمع الأصغر الأبوان أو الأكبر من ذلك سيطرة كبيرة، وهذه يمكن أن نأخذ منها نحن عبرة، أن الإنسان يجب أن ينعتق من سيطرة المجتمع حوله، وما ينعتق للتمرد على المجتمع حوله ولكن ينعتق للحقيقة فيختار بوعي ويترك بوعي. أي ويختار بحرية فعل عكسية. أي يختار بحرية ويترك بحرية. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء ودنا. لا أنا ودي طب يجاوب على سؤالك يا شيخ. أنت تقول الآن يا شيخنا تو الواحد منا يسوي له موقف ثم يسوي بعده معزوفة طويلة وهو يمدح في موقفه أنه من أجل الدعوة. حنا ما اكتفينا بهذا، حنا جنينا على السيرة وبدينا نصف كل تعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف على أنه للدعوة. طيب وين عظمة خلقه؟ الرسول كان يتعامل بعظمة خلق، ولا يصح ان احنا كل تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا هو فعل ذلك لاجل الدعوه. يعني بمعنى ذلك انك لا تقتدي به الا من اجل الدعوه. هذه تحولت الى اخلاق نفعيه. يعني احسنت، الرسول كان يتعامل بعظمه اخلاقيه، يعني اطعام الاسير ما هو مشارطه انه عشان يسلم، عياده المريض ما هي مشارطه، هو عاده هو دعاه لكن ممكن ما يستجيب لكن مسلم سيعوده، ومن عظمته الأخلاقية ويدعوه اليهود إلى بيوتهم فيذهب ويجيب الدعوة ولا هي بمشارطة. فينبغي أن نتعامل بالعظمة الأخلاقية، ولهذه العظمة الأخلاقية نؤديها تدينا هي بحد ذاتها دعوة، لكن لا نقدمها على أنها مقايضة. المأمون، كلمة المأمون لقد حبب إلي العفو حتى خشيت أن لا أجر عليه، يمكن تعبر عن هذا المعنى أنه جبلة هذه الأخلاق. صحيح كلامك عن الموضوع هذا، كنت أريد أنك تضيف هذا الجانب. يعني واضح جدا الله سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء. إحنا مثلا لما نتكلم عن طرف ما أيا كان معادي لنا أو موافق، أحيانا ننظر إلى الناس وكأنهم نسخة من كتاب. لا، البشر بطبيعتهم ليسوا سواء، مختلفون في تكوينهم، في حماسهم، في قناعاتهم، في اتساع عقولهم، في ضيقها، في أخلاقهم، في أمزجتهم، في إلى آخره. هذا شيء موجود يعني، وكلما دخلت ودققت وجدت أنه أحد يجي ينظر إلى مثلا مجتمع ما نظرة واحدة، لكن لما يدخل هذا داخل هذا المجتمع يبدأ يقوم بعملية فرز وفرز وفرز، تنتهي لأنه حتى البيت الواحد تجد أنه متفاوت فيما بينه. طيب هذا الرجل، هذا البيت اليهودي، يعني يكون الولد عند اليهود أكيد يقولون هذا الرجل ولده يعمل عند محمد خادم عليه الصلاة والسلام. ليس كل اليهود عندهم هذا المبادرة، وخاصة الولد هذا كونه يستاذن من والده في مرض الموت كما قلت، أنه يعني ماذا يمكن أن يفعل به أبوه؟ يعني من باب أولى أنه في الحياة معناه أن الوالد معطيه موافقة على هذا العمل. إذن البيت هذا هو بيت يهودي، ما خرج عن كونه يهودي إلى أن يكون مسلم مثلا، ما اتخذ هذا القرار. ولكن الأب وربما الأم وربما الأسرة بشكل عام يعني موقفها من الإسلام ما هو موقف يعني صارخ أو موقف عدائي. ولذلك نحن الآن لما نقول مثلا الغرب أو الشرق أو
نسمي دولة من الدول ثم نعطي حكما عاما، هذا كأننا نضع عقبة أمام أنفسنا في التعامل مع أفراد، مع أسر، مع مؤسسات مدنية، مع مدارس. ربما هذه هؤلاء يوجد من بينهم من هو مسلم أو هو قريب من الإسلام أو عنده استعداد أو عنده موقف ليس عدائيا. إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.